ولا يكونش عمي هو اللي بعتك تقول لي الحدوته دي على
عشان انسى واسيب كل حاجه ومطرحها. انا هعمل كده يا اخوي. وتعمل اكتر من كده، ما انت طول عمرك خدامه وقعد تحت رجلي تهويله لحد ما بقيت مرسال الغرام بينه وبين الحرمه اللي طمعان يتجوزها. وانت مش خدامه، انت كمان خدامه. ولا لك منك يعني ما بتقعدش تحت رجليه تهويله؟ ما تبقاش خدامه. لا خدامه. ايوه خدامه. ما تلزمني وقفت تفاضل ايه بعدها لك يا علوان. معلش تزعلش مني. انت بتزعل مني عشان اقول لك الحاصل؟ معلش يا اخوي، انا اللي غلطان اللي جيت اقول لك على السكه اللي خاطي عرضك وحكك. سكت ايه؟ سكت عقل مش سكت ندامة. وجايين لنا ليه؟ ازاي بقى عم حداد؟ ده انا اللي فيه بكسر البلد كلاتي. وانت جايين ليه؟ مش انت اللي كنت قلت لي لو فتحت خشم هتاويني؟ يا عم حداد ده احنا قصينا قصين شر. يلا بينا يا علوان، تعالي اللي غلطان وفكرتك وجيت معاك. استنى خليل، استنى بس، استنى. تعال 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 بس. اما حداد يقول على كل حاجه، اقعد قول يا حداد، قول عليك الامان. حاضر حقول. تعالي تعرف ارضك راحت فين، روح اسال عزوي قول له ارض امي اللي اداها لك جابر راح فين. عسوي شيخ الغفر؟ ايوه روح واساله. روح مع السلامه. انت مستني ايه؟ انا قلت اللي انا عايز اقوله. بس ما قلتلوش يا عم حمدان اللي كان لازم تقوله. انا قلت له اللي يهمه. بس اللي يهمه برضه أم خصمها يا زمان. دورك إيه يا عيوان؟ ورايه ورايه اللي بتلتني تطلقوا لك تدور عليه ما تطلقوش. لكن أنا اللي بقعته عرفت اللي هتعمله؟ ولا أقول لك عليه تاني؟ لا عرف عرف يا عم. مش عايز ولا واحد من اللي متلمين مع خليل يفضل في البلد. أمرك يا عمدتني هاخد الغفر وادور عليه. لا بلاش غفر، عطريس هو اللي هيجي معاك. هو رجال عطريس رغمات احسن بغافر اجامله تبقى خفيف زي ما بقيت خفيف لما جماعتك مشيت. جماعتي اصل كان اهل جماعتي لما حبوا. انا ماليش دعوه اهل جماعتي حبوا ايه ولا ما حبوش ايه، المهم انت تفضل موجود هنا في البلد. انا موجود هروح فين يعني؟ هتروح تلم العيال اللي مع خليل ونسيت. لا ما نسيش. بإذن يا عمي. يلا عطريس عطريس عمرك عزينك تطلع عليه ما تفكوش. على فين؟ على فين يا شيخ الغفر؟ ايه على فين ايه؟ ورايا يا غاي. عايز حاجة مني يا خليل؟ انت عارف انا عايز منك ايه يا عيسى. ورا الارض يا عيسى. ارض ايه؟ ارضي اللي بيها لك جرباشة. ايوه ارض جرباشة. دي حكاية فاتت من زمان ده. ايه اللي فكرك بالحكاية دي دلوقتي يا خليل؟ افتكرت بقى ولا ما افتكرتش يا شيخ الغفر؟ الارض لازم ترجع لصحابها. ما الارض في صحاب؟ لا بقول لك ايه؟ ما تلوعنيش. حسب على كلامك معايا يا خليل. ايه يا روح دي؟ لا شوف انت بتكلم مين. الاحتاج مش حمل زيك. الارض اللي احتاك لازم ترجع لي. وانقلت لا يا خليل هتعمل ايه؟ طب قولها كده يا شيخ الغفر وشوف هيحصل لك ايه، وابقى خلي عمي ينفعك. عم ادي انت قلتها بعض مثالك. حل مشكلتك يا ابن الناس مع عم وكلام وعوان وعوامر لما تمشي على الكل عمره تمشي عليك وعلى اللي زيك. على اللي زيك انت كمان يا ولد.
ولا انت شايفك شوفه تاني. ما بتردش ليه؟ دي الاجزاد يا عمي. دي يرجع يا ابن اخوي. بس بالطريقه اللي انا اقول عليها. اسوي. روح اعمل اللي قلت لك عليه. اوامرك يا عم. تريس. اوامرك يا عم. يلا. عارف. اما انت فتعال معاي عشان ارد لك الدين اللي علي. اهدر. النقدية تمن الارض. اعمل بها ايه؟ يعمل اللي يعجبك. انا اللي معايا اعمال شلتهم لك طول السنين اللي فاتت. وما شلتش الارض ليه يا عمي؟ النصيب بقى. والورق قدامك اهو. حكم المحكمة الحزبية والقاضي الشرعي يعني كله قانوني وكله موجود. ما عاد الارض. فلوس قدامك خدها. اشتري بها ارض اصرفها على الهواسي ان شاء الله تحقق انت حر. بس ما تتمطعليش كده وتسأل عن اللي ضرك. خلي الفلوس عشانك يا عمي. انا عايز ارضي. اشتغل على عدك. ما تاخد الأندية احسن يا هلك تصابر. كويس انك لسه فاكر ان انت صابر عنوان يا عمي. وانت سيد العارفين اللي من عيلة عنوان ما يبقاش ارضه. وانضاعت او اتسرقت بيقدر يرجعها. حتى ولا دفعت منها عمره وعمر اللي بيخونه. خلي خلي ايه؟ انت عارف خلي ايه؟ ما تعبش نفسك. عمر اللي راح ما بيرجع تاني. اللي جاك؟ عشان اللي راح؟ ما تخافش. انا مش جاي ارجع القديم. انا جاي اكلمك عن بابا واللي انت عامله. ما هو السبب؟ هو اللي عامل يا كل ده؟ هو اللي عملت اللي عملت بس انا بكون مقدر اعيش العمر كله من غير ما ادوب طعم الراحه. لسه الوقت ما فش. تقدر تستريح لو رجعت الحق لاصحابه. الحق حقي ايه؟ رجع على ارض خليل. مش بس ارض امه لا وارض صابر كمان. رجع لولاده. رجع ابويا هبته اللي عاش بيها وسط الناس طول عمره. ودي لامك. خايف على ابوكي. وخايف عليك انت كمان. اسمعني يا ابي. احنا صحيح عايشين في بيت واحد. لكن طول عمرنا بعيد عن بعض. بس صدقني حاسه بيك. كنت بحس بدربة رجلك طول الليل كل السنين اللي فاتت. والنوم جه فيك. كنت بقول لنفسي زي حاجة تغمض عينيه ووشي صابر قدامه على السرير وصرخت جد المولى وزول لأبويا وظلم الألوان وخلي وغيرهم كتير. كل دول لازم يخلوا عيني مفتوحين. كل دول لازم يفتحوا أبواب مقفولة. رجع حق أصحابه بعدها حسريح. ايه ونسيت لها سكتك كمان يا مقاسم. أنا انت ما كنتش فاهم حاجة. أنا صحيح ما بمشي ايه زي ما قلت دي. بس مش عشان خايف من الفات عشان أصون اللي جاي. أصون في ايه بس؟ قاعد كده ليه؟ أنا كنت مستنيك. خير يا ابني؟ في ايه؟
ما فيش حاجة يا أبو غريب، أنا حبيت أتكلم معك شوي. قول لي يا ابني، قول لي عن الشغل بقى. ما فيش حاجة شغلة بقى. خلاص يا بس خلاص، وقت ما تعوزني حتلاقيني. أنت تعبت مني يا أبو غريب. لا يا ابني، بس عزز عليا اللي شايفك فيه ولسانك مش قادر يوعى بيه. خايف اخوني يا ابو ابراهيم. تخونيه يا ابني وقلبك الطاهر هو دليلك. هو ايه القلب الطاهر ده يا ابو ابراهيم؟ قلبك الطاهر هو قلبك السليم اللي حياه بالوجه الكريم، قلبك العامر حب الناس وحب الخير. صدقني يا ابو ابراهيم، انا كنت عايش لحد مش عايزك تقول لحد ايه، بس عايزه يفضل عامل بحب البشر كلهم وحب الله، وانت هتقدر. اذا اقدر ابراهيم، اذا اقدر، اذا كنت ظلمت وقسوا علي. اللحظه الصعبه يا ابني هي اللي بتخلي القلب السليم يظهر معدن الحليب، ويا مظلوم مؤمنه كانت الصعاب وتغلبت عليها بنور قلبها، وبنور ده تقدر تتغلب على محتل. هقول جدي، هوزني اروح اقول لخليل حكايه دي انا وديته. ولدها هتبيني يعني؟ انت هتقول له على مش هقدر جدي، حتى لو كان ده مش هقدر برضه اقول له. يا بنتي ما فيش غيرك هيقدر يقول له على حبيبي. بس ازاي يروح فيها؟ لا ما تخافيش على خليل، انت تروحي له وتقولي له ازاي يكون خرجت من البلد مطعومه بشرفي، وتسيبي له ايوانها في المنظر. خايفه، خايفه جدي. خايفه من ايه يا بنتي؟ دي الحاجه الوحيده اللي هتقدر ترجع له حقه، ونخلينا نتلم جوازتكم. خايفه يكرهني لما اقول له اخبار دي. هو سر يعني؟ ما اهل البلد كلهم عارفين. أمال ليه هو مش يعرف طول سنين دي؟ لأن الناس كانت خايفة يا بنتي، خايفة من جابر ومن خليل ذات نفسه، من ولاد الليل المرميين حواليه. لكن بعد وقفته مع جابر عشان الأرض الكل سابوا، حتى ولاد الليل وبلد طوره. يعني أهل البلد دلوقتي يقدروا يفتحوا وجوههم ويقولوا اللي عايزينه في أمه ويعيوا بيه. وبدل ما تيجي من الغريب نقولها إحنا على الأقل يعرف ياخد بطاره من العماله، وساعتها مش هيكرهك. لا ده هيحط الجوف عليه عشان خفت عليه وقلت له الحاجه اللي ممكن تتعلم بيها. انت متاكد من كده جدي؟ ايه لو متاكد؟ يلا بقى خليني افرح بيك وبيك قبل ما اموت، وتيجي تعيش شويه في البيت ويبقى تحت علي ورا علي لحد العودية ما ترجع لنا من تاني. عادل جاي يا ولد يا عبوان، انت ولد بتاكل في اخر زادك يخرب مطنك، يا ولد تخفي شويه لا تظهر. هي يا ما تخافيش علي، مبروك خد الولد دي. يا عيب الشوم يا ولاد، ايه عاوزه تاكل قدام ابوها؟ ايه يا ولد يا ما انت خايف على يمين ولا ايوه؟ هو ودي تيجي جاي عليها من زمان قوي ولا ايه يا ربعتها؟ لا بالخير بيكتبها ربنا يا ابني. قول يا ولد يا عواد، قال بالحق البنت لواحظ بنت لبيبه بقى عندها الامل دي ولدها. وقر يا ام وقر من الامل دي شويه وشويات بلدك يا ام من حاطط عين عليه. ما انا نفسي سبت الناس يا استغفر الله العظيم، ما تتكلمي وليا وش انت؟ اسكت انت يا ابو زاب، سيبك مني يا واد يا عواد. مين يا واد اللي حاطط عين عليه؟ والله ده مالك انت؟ من شوقك به من الاناطوليه؟ سي شوقي؟ لا 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 لا، قول له كلمه غير دي، تلاقيه حاطط عين عليها واحد من الخدامين. خدامين يا ابو سكين، خدامين من المتعبين. ده عرض عينه عليها نفسه. ولا سبته نور اختراها حسن من الأبيب. بس هو طول ما هو وراها مش هتنوني منه حاجة. هو من ده ودي وراها؟ جابر، عم جابر. ما عرض عينه عليها
واه انت واد عاوز تفرزني عاوز تموتنا نص عمر بابا سيشاوكا ابن النضول ولا سجاب ابن عجوان ادار النرسيون ونبص الوعدة ما تحصلش خدامة من خدامينهم خدامة ايه يا اما يدنوا ولا ما يدنوشي المهم انهم يقدروا هم عايزينه أرجوك صدقي بلاش كلام في الموضوع ده أنا عارف إن في حاجات كتيرة جدا كنت عاوز أعملها زمان ما قدرش وعارف كمان إن الدنيا إدارتك أقل بكتير من اللي كنت عاوزه وكنت نفسك فيه بس الزمن ده خلاص مر ومش هتقدر ترجعه أنا عمري ما فكرت أرجع الزمن كل اللي بيدور في عقلك من ناحية الست والواحد يقول إنك عاوز ترجع الزمن وأنا كممكن أفهمك وممكن أساعدك لولا إنك مختار واحدة مش مقامة يا شوك لكن مليانة حياة مليانة شجاعة شجاعة لو أنا كنت أملكها في يوم من الأيام ما كنتش عشت بالشكل ده بطول زمن مر يمكن بالنسبة لك انت لكن انا ما عشتش حياتي اصلا عشان احس بالزمن كل ما كنت احس اني عايش احس بحياتي الاقي قدامي حصار الى مركز فروق استسلمت للزمن اللي فات لحد ما شفت قدامي حياة تانية لواحد اللي من غير ما تتكلم ممكن تدفع في عروقك دم الحياة كلها من تاني ما كنتش عشان ما قدرتش تسافر السنة دي أوروبا بدل ظروف الحرب ما تحاولش تدور على أسباب الحرب عمرها ما منعتني إني أسافر مش ده السبب على كده أنت مقضي مع الحياة مع الست دي فعلا ده إذا هي وافقت وتجوزتني ويعني يا ترى العيلة هتوافق؟ مش مهم المهم هي العفق وهو انا تقول انت من حقك تقول لي كل حاجة حولة شنك بابن الحسن مناسب يبص لواحس تربية لبيبة بدلالة كلنا ولا تسعة ايوه كلنا ولا تسعة انا قلتش حاجة بس بس ممكن يجي عليك يوم تبصلي فيه من فوق لتحت وتلعن اليوم اللي انت تبصلي فيه فانت كده خايفة ومكبرة حكاية حسب ومقام انا خايفة بس لكم بتلف وتدور عشان حكاية الارض اللي تعزنك حالك اذا كان على الارض يوم ما نتجوز كل اللي قبلكم هيبقى ملك يعني انت برضو عايز الارض اللي انا شريتها منك افهميني يا واحد الارض دي عليها مشكله لازم تتحل بيني وبين ايه انما بيني وبينك هيكون في حل تاني خليك من الطمينه من ناحيتي هو انا يعني مطمينه من ناحيتك بس لازم كمان اطمن من ناحيه اهلك الناس اللي احنا عايش معاهم في السرايا الست هانم جدتك ومراتك الأولانية ما يجيش في يوم يسألوا بيا ولا يكلموني يعني كلمة كده ولا كده حيلقوا قدامهم سكة سد خلاص لاحظ كل اللي انت عايزاه أعمله أقول لك بقى على اللي أنا عايزاه مين؟ أنا فتح هو احنا ده مشينا ولا ايه؟ لا مش موجود راح المصدر اشتري حاجات اصلا لقيت المحل مقفول كنت لاقيه بعافيه ولا حاجه ما قلت لك مش موجود طب افتح يا بيه
ما تخافيش على ابن الحاج. انا ما بخافش من حاج، لكن عيب افتح لك راجل البيت مش موجود. يا بنت ما تخافيش، ده مش زحمه، جرح الدال وصح الروح بالروح، ده احنا زي اخوات. افتح يا بنت. اهو انا زحمه، انا بخاف برضه. ايه هو اللي شفتك فيه يا بنتي؟ وهتكوني يعني شفتني فين؟ شكلك مش غريب علي، بشاب تكوني شريت جريمة حمدان. لما يبقى يجي حمدان يبقى اسأله. ايوه طبعا هسأله، هسأله طبعا، بس طبعا دراعي من اللي بقوله ما كنتش شفتك قبل كده. طب يلا يا اخويا وريني عقلك التافه، يلا مع السلامة. ما تزعلش يا زينب، سكينة جديدة بس قلبها طيب. أنا حابب أتكلم معك. وعلي سيس دي الخدمة بعلي. إيه ملك سيس زي ما كنا مقدر كده بعد الشر. أنا اللي مقدر ولا حاجة. لا هو أنا هتوع عنك، ده أنت وشك حزنان خالص. هو اني قبلنا هو ده مسكك نديمة. هوي اشكك البخت يا سيدي. وانت تعرف تشوف البخت زين؟ بدر برامل وغاني واخد كمان فقاوة، هاي كلها معايش. نعمل ايه؟ اصل الزمن على طم قدامه شغل كده. تقول علي انا اللي متكدر زينة، امال انت تسمي نفسك ايه؟ انا عشت كل عمري في الهام يا سيدي، لكن انت انت الهم مهوش من حياتك غير ان حد تريده ومش رايدك. كلام ايه ده يا زين؟ مش بقولك بضرب الرمل يا سيدي. بلاش كلمة يا سيدي يا زين. ايوه يا عبشوم امال اقول ايه بس يا سيدي؟ قوليلي جاسم اسم؟ اسم الله عليك، اسم الله عليك يا سيدي. ربنا يكرم خاطرك ويخليك للغايبة يا رب. كلنا غلابة في الدنيا يا زينة، بس انت مش عارفين. قوليلي انت من كيش اهل؟ ليه يا سيدي بتسأل ليه؟ عشان اقدر ارجعك ليهم بدل ما انت عايشة كده بعيد عنه. اصل الدنيا صعبة للي زيك يا زينة. تصدق بالله يا سيدي، انت من يوم غلطيني ودخلتني داركم وانا حاسة اني فالي اهل. انت عندك بتعملي ايه يا زين؟ باسمك يا سياسي عزافك اللي بتقيه. فوت قدامي يا عزافي حاجه، فوت قدامي وانتي فتح عليك حمار يكون اعرج. ومعناته ايه الكلام ده بقى؟ انت ايه اللي ربك عندك؟ ايه مالك بس يا ستكيف؟ طب يا بنت انت بتخبيها ايه؟ وبتكذبي على ناس بيه وبتقولي ما عندكيش اهل ايه؟ ايه؟ انت جايبتي مش ابو خليفه بتاع القهوه؟ لا مش ابويا، دي ابو امي. بس وطي صوتك الحنافي، ابوك ولا جزومي ان شاء الله تفتحوا جنين. ايه يا بنت حكايتك؟ ايه؟ ماشيه وراه ليه؟ عاوزه منه ايه؟ طب يا بيت انا ضيفه، ضيفه في مضيفه سيدي العمده الباشا. ضيفه في مضيفه سيدي العمده الباشا، ده بيقعد يوم واتنين ويرحل. انت تعالي وانت ملك انت يو حشريه، ما تخلي في حالك انت حيالله حتى تخدمي من خدمه سياسه بيه. من على جابك انتوا اللي مخلفين كلهم؟ لا فوق يا بيت، ده انا مربيهم كلهم على ايدي من اول سداس وسخاليل حتى البدله والعوان، ولو حد عزز عليهم ولا ربيهم شر ده انا بقطعهم بسلاح. استني عندك هنا، مش كل التاني تاكل لحمه يا حبيبتي. انا بقى الحاول سياسه من فندي ونشوفه حينصر من فين. ما بتتبلع عليا يا حمدان، ما بتتبلع عليا يا عمر. انت اللي بتتبلع عليا. ايه اللي حصل؟ كان من خوف. ايه اللي حصل يا باي؟ ايه اللي حصل؟ خليه يقول لكم على اللي حصل. ها
خليه يقول لكم على الحضن اللي بيقعد اختاره ومقفول عليهم باب واحد. تلك مين؟ نزل ايدك يا حمدان. نزل ايدك يا حمدان. يا ابني بالهداوة كل شيء يتحل. بالهداوة بقى بتتطرر علي يا حمدان. طيب اسكت يا زحمة. اسكت يا عم ابراهيم. الحكاية حكاية ومش مستحمل اسكات. يشرفني شرفنا ناس. حمدان بيدوسوا برجليه وبيلبسنا طرح. خليه يقول لكم على الحضن اللي بيختاره وانتوا تعرفوا. اسكت يا زحمد اسكت. صحيح الكلام ده يا حمدان؟ ايه يا ابراهيم؟ بس دي بس دي ايه؟ بس دي ايه؟ ما خلاص اهو كلها بعض مثل لسانه. صدقتوني يا خلق؟ قلت لك اسكت يا زحمد اسكت. تبقى مين يا حمدان يا بنيش؟ ويوصيك على واحدة يتقفل عليهم باب واحد. تبقى قريب تعوض يا بنيش. لا يا ابراهيم. قريبتك انت؟ لا بس غلباني مسكين ما لهاش حد في الدنيا دي. اسيب حضرتك في الدنيا واسعى يا خال يرضيكم الدنيا عالم. ايوه ايوه يا اخويا اعمل فيها بوزة الهلالي وحنين قوي وسيح ونايح. اسمعوا رجالي لازم نعرف الحرمة دي تبقى مين. دي شرفنا وشرف البلد كله. ما تبطل بقى يا زحمد. الله اسمع حمدان يا ابني احنا عارفين ان ما تطلعش منك عيبة بس لازم تبرر نفسك قدام الناس وتقول يا مين. دي بنت حسين. حسين يا صاحب الخص الجريب. وصرعوا عليه. وقعوا بيستأمنين عليه علشان يتجوزها. أنا سحران. سحران ضيع وهدر معاي. قلت انت خليها بنتي. لكن لا. لا. بعد اللي حصل ده. أنا بقى عديد عليها ومن يوم وطالع هتبقى مراتي مراتي على سنة الله ورسوله. حسنين حسنين ما كنت جاولك وأنا بقول لك اللي سمعته وقتين دول من حمدان ولولا عارف من الحكاية دي كلمك ما كنت جيت من محصلك وقلت لك حسنيه. ايوه اول ما شفت وشي قلت وشي انا مش غريب علي اصل بنت العزوزه الخالي اللي ماطت امي وقال ايه حمدان بنته جوازي. عطريس اعمل يا عم تروح تجيب لي الله حمدان يا حال. ماني عارف انت مش هتسرح لما تجيب داغي.
مش قدامنا رجال. رجال ايه؟ ما بقيت سبقنا يدخل ويخرج وتنام على ودانك. وانت يا بتاع جواز، انا مش هاسمح للجوازات دي لما اعرف انها موافقة ولا تاخذها غصبانيه ولا كده مش شرع ربنا. هي موافقة يا عمدة. تيجي هنا واسمع ابو داني دول وبعديها يجلنا كلام. وهو هيك فيها كلام بعد ما تيجي هنا يا عمدة غير الندامة؟ تتنبط عليها هلا. ما تعرف يا عمدة اللي دخل عندك مفقود ولا انت تسيب جد المولى؟ جد المولى؟ ايوه جد المولى. في موقعك يا عمدة في الموقع ولا عمره ما فهمته. انت عايز ايه من بنت حسنية يا عمدة؟ عايز تسلمني الحكم من ضرب السلطة؟ عايز تنزل وتتجبر اكتر؟ ولا عايز بس تخاف وتضرب ابنك قصدي تسلم من الخوف؟ اكتر ما هي خايفة. عايز زي يا جابر مجنون. اسوي يا اسعد باشا معزوز وجيني معايا. عمر ما تحتاج. عمر يحبس الولد ايه؟ تقفل عليه الباب وبالبيت تخرجه ونرجع هنا تاني يبقى هو الجامع. حتبقى انت الجامع عليه يا جاب. معلش يا حباب، لو غيري ما كنتش ربطتك كده ورميتك في الحبس بالشكل دي. طول عمرك وانت ايه جابر اللي بتربط له الخال ده يا عسل؟ اكعيش وامن الاسياد. شكلك كده زي ما كنا ندمان على اللي انت بتعمله يعني. اه اديني في بيت الخال اغلط وافوق وارجع عندك تاني على احسن مني. بس ندمك المرة دي متأخر، وخصوصا بعد ما هتريس ممسك البلد ورجالته وانت تتركان تعرف. ايه دي؟ اسمه ايه؟ ايه فاكرني لسه ايدي دي مش طايله؟ عمري ايدك ما كانت طايله، طول عمري ايد العالم هي اللي طايله، وانت حيالله تعملهم اللي هم عايزينه من اول توطيط القعده لغايه القتل. ده ده انت بتقول ايه؟ قالت لي حسنيه. مين اللي قال لك الكلام ده؟ اللي شافك انت صار شفت ايه؟ مين اللي شافني؟ قول لي عدد ولا احط صبعي في عينه. ما تقدرش تحط صبعك في عينه. مات عوض. هو اللي شافك وهو اللي قال لي على كل حال. عوض؟ عوض شفتني؟ لا لا اكيد ده اكيد. حسنية ماتت يا عسل. يا ترى حكيت لي بنت ايه؟ وانا يعني وما بنت ايه؟ عسل ابعدها عن الاجابه يا عسل. هو شبك يعملها ايه؟ ده كان بيعيش وماه وعمره ما عزاها شر ابدا. أنا مش بحكي عنه، أنا بقول الحقيقة. أنت لك لو جابر جاء معزوزة بنت حسنية وحطها في السراي حيشيلها في الأهل من جوا. اخفيه عن جابر تحت أمان، يمكن بكده تقدر تكفر على اللي أنت عملته في أمها. إبراهيم إحنا ما بقينا ساعتين يا أخويا من كان في الحكاية دي ومش هنوصل لحل. الولد دي لازم يسيب البلد وإلهني مش مسؤول عنه. ليه كده يا جابر؟ ليه؟ انا عارفك من زمان وعارف كل اللي حصل منك وعمري ما رضيت عنه ولا سكت عليه. بس لما سنيني مرت وبقيت العمده وقعدت مطرح جدك قلت يمكن المسؤوليه تغيرك تنسيك وتنسيك اللي فات. انا ما عملتش حاجه عشان انساها. انا كل اللي عملته اني رجعت الحق لضايق. امال عاوز تضبط حمدان من بلدي مش عشان فكرك باللي فات. داس لك على الجرح. انا مو جارح. انت هتعمل لي زي وتتبع بسيره تجاري المولى وسلمت وما كلمتوش. تعرف انت ايه على اصل الحكايه؟
الحكايه اصلها ابو سيف. ابو سيف واللي عمله لما غير تاريخ العلاونه القديم. لا ابراهيم، ابو سيف يا اخويا بتكلمني عنه؟ ابو سيف ده سلم الرجال عز الوجه، ولا هو اللي سلمه؟ يمكن كانوا قدروا له حاجه. ابو سيف ده خد اهله وناسه وخد رفع عموديه اللي كان من حق ابويا. امال انت خنت مين يا جابر لما سلمت رجال المولى؟ اني ما اخدش حاجه، انا سلمت واحد هربان من سجن الامين كان معاه من العافيه وما كانش ايده حاجه يعملها بعد حرب ما كسر معاه. يبقى لما سلمه يبقى لا خنت لا اهلي ولا ناسي. هي دي اصل الحكايه ابراهيم. ده الكلام اللي بتريح به نفسك طول السنين اللي فاتت، ويمكن صدقت نفسك، بس مش هيتغير ان الناس عارفه الحقيقه. انا ايه من الناس ولا اللي عارفينه ولا اللي بيقولوه؟ امال ليه عوزت تطرد حمدان من البنات؟ ها؟ لكن ما بقولها لك اهو، مهما طال زمن خوف الناس منك هيجي واحد لا اكثر، ويمكن البلد كله ويطبوه بالحساب القديم، وقتها مش هتعرف تطرد البلد كلها. يحييني يا اخويا، يحيي ربنا ويحييك لما نشوف سعادتك. بس انا بقول لك باجا، سعادتها دي مش هتيجي ابدا. فين الوجه اللي تتكلم عليها؟ فين الناس وفرحتهم بيها؟ خلاص راحت راحت ايامها. وزي هوجة ما جريش على فدينا مش هتقدر برضه على الجليز اللي عاملين حمايه على البلد. مهما طال الظلم يا جابر حتما حتكون نهايه. مهما يعتصر ورسول يحبس كل طاقة نور، نسير ايامنا فينا بدور وتجري الميه للعطشان، نسير ايامنا مشوار الحياه